ابن عمك طلع بدولاب سيارته على رجله لبنتي، وهلأ بتعملي له عصير. شوفي بهارتي جابت له الحليب ورح تشربه هي تال. ايه أنا باكل الفواكه. ايه ايه رن تليفونه. لك هاد كل شوي برن، ما بيضل انه كالف بلا مرته ولا شوي. شربي ردي علي يلا بسرعه. ايه ليكي لا تحكي له شي عن هيتال مشان ما ياكل همه، بيترك شغله وبيجي لعنا بعدين. ايه وانتي حاجة تمثلي. شربي هلا بالطيبي. بهارتي بلا مفكره انه الحليب لحاله بكفي بدون دكتور وبدون دواء؟ انت كانك مو سالاني على صحه بنتك. اه اكيد ما حدا رح ياكل همها اكثر مني، بس ما في داعي لهالمبالغه، مو لهالدرجه. هي انا عم دير بالي عليها منيح وعم بعطيها ادويتها، والدكتور جاي على الطريق، بنشوف وقتها شو رح يقول. ايه وامتى رح يجي الدكتور يا بهارتي؟ رح يجي قبل ما يخلص اليوم يا ترى؟ مو حرام هالبنت؟ والله شكله ابن عمي لمونة نسي الموضوع كله، ما رح يرجعوا. ويني؟ معقول انه يرجع؟ ابن عمي لمونة رح يكون مثله اكيد، ما هيك؟ لوين؟ هلا؟ صعبة شوي. شو؟ ليش بقى صعبة؟ لأنه بصراحة يا أنا كلب. منى احكي لي هلا شو صار؟ شوفي طيب أختك هي تعال عملت حادث. شو؟ حادث؟ كيف يعني؟ كيفها؟ لا هي منيحة والحادث صغير ما بيخوف، لا تاكل هم، كله شقفة جرح صغير وبس. الحمد لله. جبتوا لها دكتور؟ ايه كاران ابن عمي راح ليجيب للدكتور. بس هي منيحة لا تاكل همها، أمي نبهتني إنه ما قلك مشان ما ينشغل بالك، بس أنا زلق لساني والله. أنت دير بالك كمان ولا تحكي قدامه ماشي؟ ماشي خلص ما رح أحكي. إيه صحيح شو قلت لي؟ لوين بدك يعني إجي؟ خلص مو مشكلة هلأ أنسي الموضوع. وديري بالك على أختي هيتال ماشي؟ استنى شوي، هيتال الكل حواليها، أمي ستي وعمتي كمان كله عندها. بس قلي أنت شو صاير؟ من زمان ما حكيت معي محبة كبيرة هيك. شوفي شوفي أنا بدي أقول لك شغلة، اليوم في عنا حفلة بالمكتب هون. شوفي أنا رايح عن بالي إنه لازم جيب لهم هدية معي لهون، قلت أنت بتعرفي بهالشغلات أكتر مني بكتير، فإذا فيك تجي أنت بتريحيني شوي. طيب مو مشكلة أنا رح أجي، بس قلي لوين؟ بس وأمي؟ وأمك؟ خلاص لا تاكلهم، أنا هلأ بقنعها وبجي لعندك. عن جد؟ لا تخاف علي. طيب معناتها أنا رح كون اليوم بانتظارك عند متجر الطيبات، لا تنسي الموعد. أها ماشي باي. وين رايحة؟ شو؟ أنا كالب اتصل فيني قال بده يشتري هدية لحدا بالمكتب وبده يعني أنا روح اشتريها.